بخصوص النار، يعني أعاذنا الله وحضرتك والمشاهدين الكرام نعم منها نعم يعني، وأدخلنا الجنة، وإذا البحار سجرت، سجرت هل نعم رصدتم شيئا علميا لكي نرى في وادي التقارب مع هذه الآية نعم الكريمة، والعلم نعم ماذا يقول لنا؟ نعم لدينا هنا بأنه قد لدينا يتبادر للذهن أن نعم البحار فيها ماء، وكيف تسجر البحار؟ يعني تشتعل نارا، أفلا تطفئ المياه النيران، أو أن النار تبخر المياه؟ ماذا لديكم في هذا؟ طيب، دعنا نتأمل هذا الفيديو أولا. طيب، نزل العلماء إلى أعماق المحيط على عمق تقريبا الهادي الأطلنطي، الهادي الهندي، 11 كيلو متر. لا، المحيط الأطلنطي. نعم، على عمق 11 كيلو متر، مسافة كبيرة يعني عميق جدا. لا، يقول العلماء لم نكن نتخيل أن نجد أي شيء على هذه الأعماق السحيقة، ولكنهم وجدوا قاع المحيط يغلي بشكل يعني سوف نرى إذا تفضلت معي يعني هذا الفيديو. نعم، انظر، سبحان الله، ده المحيط الأطلنطي يعني على عمق المحيط الهادي، عفوا الهادي. نعم، انظر، براكين تتدفق وهنا الأرض تغلي. انظر سبحان الله، في وسط المياه. نعم، في قاع المحيط هذا. سبحان الله، وهنا كائنات تعيش يا رب، يرزقها الله. سبحان الله، ما هي أسماك ومخلوقات بحرية، درجات حرارة آلاف الدرجات المئوية، وتتحمل وتعيش وتتحمل. وهنا انفجار أيضا، انظر، انفجارات تحدث في قاع المحيط. وإذا البحار سجرت. سبحان الله، فالذي نراه هنا في الدنيا سنشاهده يوم القيامة، ولكن بصورة أكبر بكثير. لذلك مثل هذه المشاهد، انظر كيف يغلي هذا القاع، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سخر لهذه المخلوقات تتحرك وتتغذى وتعيش، أسماك. سبحان الله. لذلك يعني نحن عندما نتأمل هذا المشهد الذي أثار دهشة العلماء حقيقة. نعم، أثار دهشة العلماء. ونقرأ قوله تعالى: وإذا البحار سجرت. أي أنا أود يعني الصورة معروضة مع الآية. نعم، حتى تتم الفائدة. نعم. وإذا البحار سجرت، وفي آية ثانية: وإذا البحار فجرت أيضا. انظر، سبحان الله، فهذه ترد على كل ملحد يدعي أن القرآن كلام بشر. كيف صحيح. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك بحرا يغلي؟ أقسم بالبحر المسجور المشتعل سليم، لأنه يعني لا يتبادر للذهن بالمرة أن تكون النيران داخل المياه. الماء لا يطفئ النار، أو النار لا تبخر المياه، لا تبخر الماء. سبحان الله، لا إله إلا الله. أو أن هذا القاع المحيط كيف يتحرك؟ انظر، حركة عنيفة جدا. هذه أرض القاع المحيط وهي يعني تغلي وتتحرك، والماء يغلي هنا، والكائنات تعيش مفعم بالحياة. هنا: وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت أيضا. نعم، لكن هو فجرت أم سجرت أم الاثنين بمعنى، والفرق بينهم؟ نعم، العلم يقول الكلمة. نعم، في هذا الحقيقة عندما يتبخر ماء البحر ماذا يحدث؟ ماذا؟ دعني الآن أذهب فقط لكي نرتب هذه الـ وهي فجرت أم سجرت؟ أيهما أسبق؟ سوف ننتقل إلى برنامج القرآن الكريم. جيد. لكي نعرض ترتيب الآيات. تمام، كي يكون كلامنا موثقا. نعم، فنحن طبعا لدينا آيتان في القرآن، أو سورتين، سورة التكوير وسورة الانفطار. نعم. وإذا البحار فجرت، وإذا البحار سجرت. الآن دعنا نتأمل هذا الترتيب، أو دعنا نختار فقط هاتين السورتين. طبعا هذا البرنامج تستطيع أن تختار السورة التي تحب وتجري دراسة عليها. تمام. سورة التكوير رقمها 81، وسورة الانفطار 82. عرض لي سورة التكوير وسورة الانفطار. سورة التكوير ماذا تقول؟ تقول: وإذا البحار سجرت. سورة الانفطار تقول: وإذا البحار هنا فجرت. فجرت. طيب، علميا عندما
يشتعل عندما يتبخر ماء البحر. إذن القرآن يرتب لنا ويقول وإذا البحار سجرت. هذا المنظر الذي رأيناه قبل قليل ماذا سيفعل بماء البحر؟ يبخره، سوف يبخر هذا الماء. بعد أن يتبخر الماء يتشكل لدينا مزيج من الهيدروجين والأكسجين، ينفجر. يقول العلماء هذا المزيج شديد الانفجار، الهيدروجين والأكسجين. نعم. إذن التسجير يحدث أولا، والإحماء، يتم إحماء هذا البحر، لأن العرب تقول سجر التنور أي أحماه، تمام، رفع درجة حرارته. عندما تكثر هذه البراكين يوم القيامة ونجد قاع المحيط يغلي، وهذه النيران تتدفق من قاع المحيط، سوف تجعل هذا الماء يغلي ويتبخر ويشكل لدينا مزيجا شديد الانفجار، فيحدث الانفجار. إذن التسخين أولا، حتى في القرآن سجرت أولا ثم فجرت مطابق للواقع العلمي. تمام. سبحان الله. لذلك القرآن الكريم، طب هي سجرت يعني اشتعلت نارا، نارا، نعم، وفجرت البراكين، يعني إشارة إلى البراكين التي تحدث فيها، أم ماذا؟ هو الماء نفسه عندما يسخن ماذا يحدث له؟ عندما يسجر يتبخر. هذا المزيج الذي الهيدروجين والأكسجين بعد أن يتبخر وبفعل درجات الحرارة العالية ماذا يحدث؟ ينفجر. بس قد ينازعك أحدهم ويقول إن هذا من علامات يوم القيامة أو في آخر الزمان، صح ولا خطأ؟ هذه من علامات الكبرى اليوم. طبعا أكيد، لأن الله تبارك وتعالى أودع في هذه الدنيا ما يدل على صدق ذلك اليوم. يعني الملحد يقول لك أثبت لي أن هناك بحر يشتعل، الله أعطاك صورة مصغرة كالتي شاهدناها، تمام، وهذا من رحمة الله أنه لا يحدث هنا، يحدث في أعماق البحار. لو حدث على الأرض لا تبخرنا أهلك ما كان لنا وجود. سبحان الله. يعني سبحان الله. ولذلك يعني تجد أن هذه الآيات الله رتبها بشكل علمي لتكون دليلا لكل ملحد ينكر هذا القرآن، عسى أن يرى أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من إنسان. بل هو هذه الصور اللي حضرتك عرضتها في البحار سجرت الآن أو تسجير، نعم، قاع المحيط، نعم، صورة جرافيك مرسومة أم صورة حقيقية؟ صورة حقيقية. كيف التقطت هذه الصورة؟ هذه نزل علماء من الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا العمق باستخدام غواصة تتحمل درجات الحرارة داخل، تتحمل الحرارة والضغط، تقصد درجات الحرارة في أعماق المحيط. الضغط أقوى من الحرارة، ضغط الماء، ضغط الماء، ضغط عنيف جدا يستطيع أن يدمر يعني جسم الإنسان على عمق 100 متر يتمزق من شدة الضغط، لأن الضغط يتضاعف كل 10 أمتار، تصور يعني، تمام، ما بالك ب11,000 متر. ضغط هائل. فهذه الغواصة مزودة بكاميرات وبأجهزة تصور هذا المشهد من على بعد، وتتحمل الضغط ودرجات الحرارة نتيجة هذه، نعم، هذه الغواصات يعني مجهزة، قرعت حديثا لتتحمل هذه الضغوط. هناك طبقات من الرصاص يعني محصنة، تمام، ضد الضغوط. نعم. يعني حتى يتبين لهم أنه الحق.